بطني وجعاني جدا. بيرو يا صنفور الحقوني، تعبانة خالص، حد ينجدني يا ولاد. ايوه يا ماما، مالك؟ في ايه يا ماما؟ انا تعبانه قوي يا ولاد. يا صنفور يا حبيبي، انده بابا بسرعه بسرعه، انا تعبانه جدا. يا بابا يا بابا، ماما تعبانة قوي يا بابا، تعالي بسرعة الحقها. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه اللي تعبك؟ انا تعبانه، بطني وجعاني خالص، وجعاني قوي قوي، بطني وجعاني جدا يا صنفور، الحقني الحقوني بسرعه بسرعه. انا هتصل بالاسعاف دلوقتي. الو الو الو، ايوه اسعاف، تعالوا بسرعه، مراتي تعبانه قوي قوي. حاضر يا فندم، حاضر، احنا في الطريق اليك يا فندم. الاسعاف اتاخر قوي يا بابا، ليه كده؟ ماما تعبانه جدا. خلاص يا صنفور يا حبيبي، الاسعاف وصل اهو يا صنفور، الاسعاف وصل. زوجتك لازم تعمل عملية. عمليه ايه يا دكتور؟ مال زوجتك؟ الزايدة ملتهبة ولازم تتشال فورا، ولو ما عملتهاش في خطورة على حياتها. ماشي يا دكتور. يا رب ماما تخف، أوعدك إني مش هعمل شهوة تاني. وأنا كمان هسمع الكلام ومش هزعلك تاني يا ماما. مبروك، العملية نجحت وتقدروا تروحوا البيت. الحمد لله على السلامة يا ماما، الحمد لله على السلامة. قلقت عليكي قوي يا حبيبتي. يا ماما انت كنت وحشانة قوي قوي قوي، وانا اتفقت انا وبيرو ان احنا مش هنزعلك تاني ومش هنعمل شقاوة وهنسمع الكلام. شكرا ليكم يا ولادي يا حبايبي، شكرا ليك جدا يا صنفور، انت وبيرو وبابا كمان، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. سلام يا حبايبي، اشتركوا في القناة يا حبايب قلبي، في فيديوهات كتيرة جاية. صنفور هي ولعها فيديوهات.